أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض الإخباري الذي يأتيكم من قناة الجيش الملكية الإلكترونية، وهذه أبرز العناوين. نادي الجيش الملكي يفوز في وديتي الخميسات واتحاد ما. وفي تفاصيل متابعة من القناة الإلكترونية لدور الجيش الملكي لأقل من 13 سنة لكرة القدم. كانت هذه العناوين وإليكم مشاهدينا التفاصيل. والبداية حيث انهزم نادي الاتحاد الزموري للخميسات أمام نادي الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعت الطرفين استعدادا للشطر الثاني من البطولة الوطنية اتصالات المغرب. وشهدت الجولة الأولى سيطرة ميدانية للعساكر الذين تحكموا في زمام الأمور طيلة أشواط المباراة. هذا وجاءت أهداف نادينا من أقدام كل من المهدي النغمي، توفيق إجروتن، وكذلك مصطفى اليوسفي. تجدر الإشارة إلى أن زعيم الأندية المغربية قد خاض مباراة إعدادية أخرى أمام اتحاد تمارا، حيث تمكن أبناء المدرب عزيز العامري من الانتصار بالرباعية في لقاء عرف سيطرة شبه مطلقة من قبل العناصر العسكرية، الشيء الذي سهل عليهم مأمورية التسجيل في أربع مناسبات. أهداف نادي الجيش الملكي تناوب على تسجيلها كل من اللاعب المهدي النغمي الذي استعاد نغمة التسجيل، وكذلك اللاعب محمد كمال الذي تمكن من هز شباك في أغلب اللقاءات الودية، إلى جانب أيوب العملود وكذلك الوافد الجديد عبد الكبير الوادي الذي سجل أول هدف له منذ حمله لقميص الزعيم. نبقى في كرة القدم لكن هذه المرة على مستوى الأمل وعن المباراة المؤجلة برسم الدورة 15 من البطولة الوطنية. تعادل أمل نادي الجيش الملكي أمام الرجاء الرياضي بصفر لمثله في اللقاء الذي أجري بالمركز الرياضي المعمورة، بينما وعن الجولة 17 من البطولة الوطنية تمكن أمل نادي الجيش الملكي من تحقيق الانتصار أداء ونتيجة على حساب أمل الرشاد البرنوسية بنتيجة هدفين نظيفين، وبالتالي يكون أمل نادينا قد ضمنوا رسميا تأهلهم إلى ربع نهائي البطولة، وذلك على بعد 5 جولات من النهاية، محتلين بذلك المرتبة الأولى برصيد 39 نقطة. هذا وتمكن شبان نادي الجيش الملكي من إلحاق هزيمة ثقيلة بشبان الرشاد البرنوسي، والنتيجة 4 أهداف نظيفة، وذلك برسم الجولة 17 من البطولة الوطنية، انتصار من شأنه أن يعزز مكانة العناصر العسكرية في صدارة الترتيب. فتيان نادينا بدورهم حققوا نتيجة جد إيجابية نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك عندما حلوا ضيوفا على فتيان الرشاد البرنوسية وفازوا عليهم بحصة ثقيلة بلغت 5 أهداف لهدفين. ودائما عن الدورة 17 من البطولة الوطنية لكرة القدم. في حين انتهت المباراة التي جمعت صغار نادي الجيش الملكي بصغار الرشاد البرنوسي بفوز صغار الرشاد البرنوسي بهدفين لهدف واحد. علاقة بكرة القدم، تم بالمركز الرياضي المعمورة تنظيم دوري الجيش الملكي لأقل من 13 سنة لكرة القدم، وذلك بمشاركة نادي الجيش الملكي ممثلا في مدرستي المركز الرياضي وكذلك مدرسة يعقوب المنصور، بالإضافة إلى أندية المغرب التطوانية، النادي القنيطري، الاتحاد الزموري للخميسات، اتحاد تمارا، أكاديمية محمد السادس، ونخبة الدار البيضاء ممثلة في فريق سباتا، فريق الجمعية الرياضية سيدي رحال، الاتحاد البيضاوي، والجمعية الرياضية زحيليقة. هذا وعرف الدوري فوز نادي جمعية سيدي رحال بالمرتبة الأولى، فيما آلت المرتبة الثانية لنادي المغرب التطوانية. هذا وتحصل نادي الجيش الملكي على المرتبة الثالثة ممثلا في مدرسة المركز الرياضي المعمورة. كما تم تسليم الجوائز للفرق
الفائزة، وذلك بحضور عدد من الأطر الوطنية وكذلك آباء وأولياء الأمور الذين حضروا من أجل متابعة أبنائهم. نبقى وإياكم مع الصور التالية. أول حاجة كنشكروا نادي الجيش الملكي على هذا التنظيم الجيد والمحكم اللي في حقيقة شاركنا في مجموعة ديال الدوريات لا في الداخل الوطن ولا خارج الوطن، يعني ما حسيناش براسنا في المغرب، يعني بحال كنقولوا لا الأجواء ولا التنظيم ولا الأطر اللي سهروا على هذا بدون استثناء، بدون استثناء من الأول حتى الأخر، بأن فريق كيستاهل التنويه بالتنظيم ديالو لهذه الفئات اللي كيف ما قلت في سابقا في البداية قبل ما نبداو الدوري، أن الحمد لله معروف على الجيش الملكي التنظيم وهذا معهود عليهم. ختمنا أن الفريق ديالنا اللي هو نادي رحالة كرة القدم فاز بهذا الدوري. لبهذه المناسبة كنشكر اللاعبين ديالنا اللي كانوا في المستوى وأداو ما عليهم، والأهم عندنا هو ماشي هو الفوز بالدوري أكثر ما هو الفوز بعدد المباريات اللي جراو الدراري. هذا عدد المباريات هو كيف ما قلت هو الربح الكبير لهذه الوليدات، والحمد لله كان تعرف فريق الجيش الملكي اننا خلات تعرفنا على فرق اخرى اللي ما كناش كنعرفوها، وهذا معهود عليهم اننا جابوا لنا اسماء جديده وعرفنا المستوى ديالنا لا الجهه ديال الدار البيضاء ولا الجهه ديال الشمال والحمد لله الجهه ديال الغرب. الوليدات ديال لي موان 13 اون 2004 2005، تنشكروا نادي الجيش الملكي على تنظيم هاد التظاهره باش يعطيو فرصه للوليدات يبينوا الطاقات ديالهم ويعبروا على الامكانيات ديالهم، ونتمنوا النجاح لهاد التظاهره. فريق ولاد تمارا تدعى من فريق الجيش الملكي، وتنشكركم على هذه البادره الطيبه اللي باش يسهروا على الوليدات، ونتمنوا من الله باش يكون الدوري ناجح للوليدات هادو، ونتمنوا الحضور للجميع الفرق. استدعينا للدوري ديال الجيش الملكي اليوم في السونتر سبورتيف ديال الاصفار، وان شاء الله غادي يكون داك الشيء مزيان في السونتر ديال لافا ان شاء الله باذن الله. كنشكروا نادي الجيش الملكي اللي سنح لنا الفرصه اننا نشاركوا في هذا الدوري هذا. كنشكروا كذلك امل الدروه اللي صراحه كتقوم بواحد العمل جبار وكبير في المدينه ديال الدروه ديالنا. كنشكروا كذلك محمد السادس. كنشكروا اللاعبين اللي اليوم صراحه رفقوا بكري وجاو معنا كيقوم بواحد المجهود حتى هما. إلى كرة اليد، وبعد أن تمكنوا من العودة إلى سكة الانتصارات واصل أبناء المدرب محمد بن رجع العزف على إيقاع التألق خلال اللقاء الذي جمعهم بنادي طلبة تطوان، حيث استطاعت العناصر العسكرية الخروج من هذه المباراة منتصرة ب19 نقطة مقابل 17. بالعودة إلى كرة القدم لكن هذه المرة على مستوى الإناث، إذ تمكنت سيدات الجيش الملكي لكرة القدم من مواصلة الزحف والتألق
في البطولة الوطنية، وذلك عندما أطاحوا بالغريم التقليدي نادي شباب أطلس خنيفرة وتفوقنا عليهن برباعية نظيفة وصلنا بها ريادة سبورة الترتيب برصيد 18 نقطة، وذلك عن الدورة السادسة من البطولة الوطنية لكرة القدم للسيدات. في كرة الطائرة النسوية، استطاعت سيدات الجيش الملكي الضرب بقوة وتحقيق الانتصار الثاني على الاتحاد الرياضي في ظرف أقل من أسبوعين بعدما أطحنا بهن في نهائي الكأس الممتازة، وتمكنا من الفوز عليهن برسم الجولة السادسة من الدوري الممتاز والنتيجة 3 أشواط للا شيء، بينما وعن الدورة السابعة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة استطاعت إناث الجيش الملكي من التفوق على إناث الفتح الرباطي بحصة 3 أشواط لـ0 مواصلات، بذلك تصدر الدوري الممتاز لكرة الطائرة المغربية. وعلى الجولة 9 تعثرت إناث الجيش الملكي لكرة السلة خلال المباراة التي جمعتهن بإناث نادي الفلاحة القنيطري اللقاء، والذي انتهى لصالح إناث نادي الفلاحة القنيطري بحصة 87-56. وعلى الرغم من هذا التعثر، فإن سيدات الجيش الملكي لا زلنا يحافظن على مركز الصدارة متبوعات بإناث نادي شباب الريف الحسيمية لكرة السلة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين. نادي الجيش الملكي يفوز في وديتي الخميسات واتحاد مارا. وفي تفاصيل النشرة، متابعة من القناة الإلكترونية لدوري الجيش الملكي لأقل من 13 سنة لكرة القدم. كما لا تنسى مشاهدينا زيارة موقعنا الإلكتروني isfar.ma وكذلك صفحتنا على الفيسبوك isfar. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.